انا بقى هشيل وكمان احطه في الزبالة. ايه ده؟ القطة اللي مش مشاية هلا بس مشاية بس تحت تنطة اكلت بس البطة ما كوكو زعلان ما هي اللي غلطانة نيو 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 ما هي اللي غلطانة. حبيبتي نعم هو اسمه ايه ده؟ ده اسمه هوفر بول. هوفر بول؟ طيب انتي ما بتخافيش تروحي من عليه؟ طيب لا بصي اصل انا متعودة عليه فعادي ممكن ما اقعش عليه. بجد؟ الله. طب انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. هو انا يعني لو ركبت عليه مش هقع يعني هعرف اسوقه عادي كده ويطير بيا زي ما بطير بيكي؟ لا انت لازم تتعلم عليه الاول. اتعلم عليه؟ عشان ما تقعيش عشان ممكن مره واحده تقع. هو الكلام ده بصي الصراحه ما اعرفش. ماشي ايه رايك؟ حلو؟ حلو. ماشي عاجبك؟ عاجبني قوي. ماشي خلي باباك يشتريك واحد. ما احنا غلبانين. غلبانين يعني ايه غلبانين؟ يعني معناش فلوس. بس هو انت ليه مش معاكي فلوس واحنا معانا فلوس؟ انا مش عارفه. ايه يا زوزو؟ نعم يا ماما. تعملي ايه يا حبيبتي؟ ماما تعرفي يا ماما دي غلبانه قوي. هي قالت لي هي غلبانه. وتعرفي يا ماما هي مش معانا فلوس خالص. اشمعنى بقى يا ماما هي مش معانا فلوس واحنا معانا فلوس؟ انت مين يا حبيبتي؟ بصي يا طنط انا بمسح عربيات في الشارع ده. طب بصي عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. البنوته دي بنوته صغيره هتفهم منين انتوا معاكوا فلوس او غلبانين ومعاكوش فلوس وهي معاها فلوس؟ هي هتفهم منين الكلام ده؟ عادي انا كنت بكلمها يعني. بتكلميها في ايه؟ عايزه منها ايه؟ انا هقول لك انا بس كنت بسالها يعني ده اسمه ايه. بتساليها اسمه ايه ولا كنت عايزه تاخديه منها؟ هاخده منها؟ لا. ايوه اكيد كنت عايزه تزقيها وتاخدي منها الهوفر بورد بتاعها وتسرقيه صح؟ لا يا ماما. على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه. انا مش حراميه اقول باخد من حاجه من حد بالعافيه. ما يا حبيبتي الحرامي ما بيقولش على نفسه حرامي. بصي يا حبيبتي انا عايزه افهمك على حاجه. بصي انا محاميه كبيره جدا. انا مش هقبل اللي انت تزقي بنتي وتاخدي منها الهوفر بورد بالعافيه. عشان ساعتها انا هعمل ايه؟ هجيب حق بنتي 10 مرات ومش هسيبك في حالك. انت فاهماني ولا لا؟ ايوه فاهماك. طب بصي يا حبيبتي اخر مره اشوفك بتتكلمي مع بنتي غزل تاني تمام؟ حاضر يا طنط هعملك اللي انت عايزاه. بس على فكره انت فهمتيني غلط. ماشي اتفضلي روحي شوفي شغلك. معلش انت تزعليش. غزل يلا هاتي الهوفر بورد كده انزلي يلا. انا غلطانه اني نزلتك يا غزل. انا اسفه. تعالي ندى. نعم ندى انا دلوقتي نزلت غزل قلت لها العبي براحتك وقلت لها ان انت هتبصي عليها صح ولا لا؟ صح. ليه تسيبي ولاد الشوارع يتكلموا معاها؟ يعني ينفع تخلي بنت تمسح عربيات تقعد تتكلم معاها وتقول لها انا غلبانه ومش غلبانه؟ ينفع الكلام ده؟ هي هتفهم منين؟ معلش انا اسف. بصي لو سمحتي بعد كده غزل تنزل تلعب عينك عليها. حاضر. محدش يكلمها غير صحابها بس تمام؟ حاضر. يلا يا غزل. حاضر يا كل سنة وانت طيبة يا مدام. كل سنة وانت طيبة. طب يلا عشان مستنيكي تحت متأخريش عليا. يومك فل ان شاء الله. سلام. صباحك فل يا حبيبة قلبي. اتفضلي. شكرا يا حبيبتي كفاية خلاص. شكرا يا مدام. بس انا كنت عايزة اسألك سؤال بس. عايزة ايه يا حبيبتي؟ طبعا اتفضلي اللي انت عايزاه. هو يعني ايه محامية محامي يعني؟ يعني ايه المحامي ده يا حبيبة قلبي؟ مثلا لو انت عندك مشكلة او ليكي حق عند حد ومش عارفه تاخديه بتروحي للمحامي ده المحامي بيرجع لك حق. بجد؟ ايوه بجد. هو انت برده محاميه؟ لا انا دكتوره. الدكتوره بقى بتعمل ايه؟ يعني لو حد تعبان. أيوه. بيروح يكشف عند الدكتوره فالدكتوره بتكتب له العلاج بتاعه فبيخف على طول ان شاء الله. ماشي. وانت برده بتمسحي العربيات يعني بتنضفي العربيات صح؟ صح. انت بقى نفسك تطلعي ايه محاميه ولا دكتوره؟ لا انا عايزه ابقى محاميه عشان ارجع الحق لصحاب. ماشي يا حبيبه قلبي ان شاء الله ربنا يكتب لك اللي انت عايزاه. ماشي ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي. عفوا. عمو يا عمو كل سنه وانت طيب. يا بنت يلا بنت كل سنه وانت طيب يا عمو. يومك فل ان شاء الله. خلي عنك دم وامشي بقى. مالك في ايه؟ في ايه يا عمو انت بتكلمني كده ليه؟ كنت عاوزين اكلمك ازاي يعني؟ وبعدين كمان انا عايز اقول لك على حاجه. على فكره انت مش محامي عشان لو انت محامي كنت هتقول لي الله يسهلك وكنت هتديني حقي في الكلام عشان المحاميين بيدوا للناس حقهم. احرجتيني. ماشي
والمفروض برضه كنت اكلمك بطريقه حلوه، كنت زي بنتي كده. لا خدي 10 بدل الخمسه، خدي 10 اهو. شكرا يا عم وانت طيب اهو. ماشي يا حبيبه قلبي، الله يسهل لك الحال. شكرا يا عم. كده بقى انا معايا كام؟ 10 20 30 40 50 51 52 معايا 53 جنيه. ماشي كده بقى انا هدي فلوس دي لماما عشان اخليها تجيب اكل في البيت وكمان اروح الدرس. ايه ده؟ مين رمى كيس الزباله كده؟ تحت العربيه كمان؟ بس حرام، ممكن يكون عمو صاحب العربيه غلبان والكيس ده ممكن يكون فيه ازاز يبوظ العربيه ويبوظ الكاوتش. انا بقى هشيله وكمان احطه في الزباله. ايه ده؟ وايه اللي هنا ده؟ ايه ده؟ ايه كل الفلوس دي؟ دي فلوس كتيرة قوي، دي مش زبالة. يا ترى الفلوس دي كلها بتاعت مين؟ وازاي ارميها هنا تحت العربية؟ طب انا اعمل ايه؟ اودي الفلوس دي فين؟ انا جاتلي فكرة حلوة قوي. لو سمحت يا سامي. نعم. مش انتي اللي كنتي واقفة مع غزل هنا من يومين؟ ايوه اللي هي كانت. انتي جبتيلي الكلام يا بنتي، امشي من هنا. المدام جات وزعقتلي لو نزلت ولقيتك واقفة تاني هتزعلي، امشي من هنا. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، اصلا عايزه في موضوع مهم قوي، بس مش هي شغاله محاميه؟ ايوه. يعني المحاميه دي بترجع للناس حقها، وكمان لو اي حد عنده مشكله هي بتحلها له، صح؟ صح. طيب بقى انا عايزه في موضوع مهم. ما هي لو نزلت هتزعقلي انا. طب والنبي عشان خاطر انا عايزاه في موضوع مهم والنبي. طب قولي لي الموضوع ايه وانا احله لك. ليه؟ هو انت محاميه؟ لا. طب خلاص مش هتعرفي تحليلي مشكلتي. انا خايفه تجيبي لي الكلام. بصي هي فاضل لها 5 دقايق وتنزل رايحه الشغل. تمام انا هستناها هنا. لا ما تستناهاش هنا، هي عربيتها هناك اهي، ممكن تستني عند عربيتها بس ما تقوليلهاش ان انا قلت لك حاجه. تمام ماشي انا هقف. ما تقطعيش عيشي والنبي. ماشي انا هقف عند عربيتها هناك. ماشي ماشي. ربنا يستر. ازيك يا بنتي يا محاميه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه. طبعا عايزاني عشان تمسحي العربيه واديكي فلوس، صح؟ امسحي يا ستي العربيه، ومش عايزاكي تزعلي مني ان انا زعقت لك ان انت لعبتي مع بنتي، بس عشان خاطري يعني انا ايه، مش انت ساعات مامتك تقول لك ما تلعبيش مع الفلان مثلا؟ ايوه. تسمعي كلامه ولا مش بتسمعي؟ صح. ايوه صح بسمع كلامه. انا بعمل كده برضو مع بنتي. طيب انا اصلا كنت مش جايه عشان امسح لك العربيه. طبعا همسح لك العربيه، بس في موضوع انا عايزه اقوله لك مهم. ايه هو؟ مش انت محاميه، لو اي حد عنده مشكله انت بتحلها له وبترجعي الحق لاصحابه؟ اكيد طبعا. طيب انا بقى عندي مشكله. ايه هي مشكلتك؟ بصي انا بقى لقيت الكيس ده تحت عربيه. ده كيس ايه ده؟ الكيس ده بقى مليان فلوس كتيره قوي. فلوس كتير بجد؟ بصي حتى شوف. وريني كده. ده فعلا فيه فلوس. ايوه ما انا لقيته. غريبة يعني تمسحي عربيات وما تفكرتيش تاخدي الفلوس دي؟ لا طبعا اخدها ازاي؟ ماما علمتني ان انا عمري ما اخد حاجة مش بتاعتي، وكمان حتى لو فكرت ان انا ادخلهم البيت ماما هتضربني وتزعقلي، لا انا ما ينفعش اعمل كده. مامتك عارفة تربيكي صح. شكرا. برافو عليكي. شكرا شكرا يا محامية، بس انت هترجعي الفلوس دي صاحبها ازاي؟ انا هفهمك هرجعها ازاي. انا دلوقتي هصور المبلغ ده كله وانزله على النت، وهقول اللي ضايع منه مبلغ يجي يقولي في الشارع مثلا الفلاني. تمام؟ تمام. وهيجيلي هسأل الشخص ده انت ضايع منك كام، لو قال لي المبلغ صح والورق عامل ازاي هديله الفلوس على طول. لو في خلال 10 ايام ما جاليش حد خالص هروح اعمل محضر في القسم ان احنا لقينا فلوس ضايعه.
شكرا يا محاميه بجد، ما كنتش عارفه اتصرف ازاي. وعلى فكره انا عايزه اعرف مكانك فين، عشان لو الفلوس دي رجعت لصاحبها من حقك تاخدي منهم 10%. لا لا انا ما رجعتهمش عشان اخد فلوس، انا مش عايزه فلوس. لا يا حبيبتي دي فلوس حلال وحقك وما تتنزليش عنه، اتنزلي عنه في حاله واحده، لو الشخص محتاج الفلوس قوي هيعمل مثلا بيها عمليه ما عندهوش غيرها، غير كده لا ده حقك ولازم تاخدي 10% بتوعك. تمام يا فندم. على فكره انت بنت جدعه جدا وانا فرحانه بيكي. شكرا. برافو عليكي. ماشي. بصي بقى يا ستي، من النهارده انا عايزاكي تلعبي مع بنتي غزل. تمام؟ بجد؟ بجد. طالما انت امانيه وشطوره كده انا هخليكي تلعبي مع بنتي غزل. ربنا يخليكي يا سنتي يا محاميه، انت طيبه قوي. ينفع بقى تقولي تفاصيل انت لقيتيهم فين بالظبط عشان ابقى اكتب في البوست ان انت اللي انت لقيتيهم فين بالظبط؟ ايوه، انا لقيت الفلوس دي تحت عربيه نقل في شارع 10. تمام قوي، خلاص تمام. انا هطلع اصورهم دلوقتي وهنزل البوست على طول على الفيسبوك. شكرا. تمام يا حبيبتي، تعالي معايا. ماشي حاضر. هي انا مبسوطه قوي يا امنيه. وانا كمان مبسوطه قوي يا غدر. كمان انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. بجد مامتك طيبه قوي، عشان لما لقيت الفلوس هي رجعتها لصاحبها، وكمان اعطتني 10% من الفلوس دي، وبالفلوس دي اعطيتها لماما، وكمان ماما فتحت كده مكتبه صغيره بتبيع فيها قلم وكراسات. بجد؟ ايوه، وقالت لي يا امنيه انت مش هتمسحي عربيات تاني خلاص. ماشي، تعرفي يا امنيه انا ما قلتليش اللي بعد كده، خلاص هكلمك والعب معاكي. بجد على فكره مامتك طيبه قوي. كمان تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان هي جابت لي الهوفر بورد ده شبهك. ايوه يا امنيه. امنيه؟ نعم. هو انت يا امنيه دلوقتي يا امنيه لا معاكوا فلوس شبهنا؟ ايوه خلاص بقى معانا فلوس. هييييي انا بحبك قوي. وانا كمان.